Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz, ya'ni hikoyamiz qafasdagi qush haqida bo'ladi. Boshlaymiz. Sha'ara 'asfurun bil ju'i wal 'atashi. Chumchuqcha ochlikni va chanqoqlikni his qildi. Ya'ni qorni ochib chanqab ketdi. فأخذ يبحث عن طعام وشراب وأوقاتنا وإشملكنا قدر بوشلده. طار العصفور بعيدا وعندما تعب چمچخچه ازاق اوچده و چرچخ تتکن پایده یعنی چرچگنده رأى على شرفة أحد البيوت بلبلا في قفص جميل وأولرنين برنين يعني أولرنين برنين پیش ايوانه ده بر چرايلي قفصدگي بلبلنه كورده وأمامه طعام كثير وشراب va uning oldida ko'plab taomlar va sharoblar bor edi, ya'ni ichimliklar bor edi. Qala al-asfuru ma ajmal hayataka huna ayyuha al-bulbul. Shunda chumchuq aytdiki, "Ey bulbul, hayoting naqadar go'zal," dedi. تأكل وتشرب بأمان سين خاطر جام ييسان وإيشسان ديد قال البلبل ولكني حزين بلبل لكن مين جدا هم حفمان ديد فأنا مسجون ولا أستطيع أن أخرج من القفص من قمب قويلغان من و قفصدن چقب كتشليك قادر إمس من ديدي بلبل الحرية هي الأجمل يا صديقي قاچان كي اونه انا شو قشجة قطقرغاندن كي قفصدن اچبي برغاندن كي و ايتدي كي ozodlik naqadar go'zal, ey mening do'stim, dedi. Bugungi hikoyamiz shunday iborat edi.